اهدي شوي يا بنتي، شبكي ممغوصة شوي. سمر، اجا المنقذ تبعي. اشربي لك شي كاسة بترتاحي. ماما انا حامل. ايه مزبوط، مع الاسف. كأنه رايحة على عزا يا سمر، ما لقيتي شي شغلة تانية تلبسيها؟ منيح اذا عجبك ما في مشكلة. نهاد بيك وصل. بيسو خليكي هون شوي، خليني شوفه انا بالاول، بس ناديلكم تجوا وراي. طالعة حلوة وبتجنني. عقبالك حبيبتي. لو تعرفي قديش متوترة، قلبي رح يوقف، خايفة تعمل هالشي بآخر لحظة. لا تخافي الست فيروز بتخاف من الفضيحة، لهيك ما رح تعمل شي. لازم روح على الحمام. خليني ساعدك. لا خليني لوحدي شوي. طيب سمر عملي لك طلة، لا تخلي أمي تنفرد ابني هاد على جنب، الله يخليكي. ماشي. إن شاء الله في إله رصيد. لا تخافي. ماني خايفة. هاي المساومة رح تضل بيناتنا نحن الاثنين. ما بتجيب سيرة الشك لحدا بنوب، وبيسان ما بديها تعرف. بيسان معها حق، عملت يلي بدك اياه. وانتي كمان ما لازم تقولي لحدا، ما بتحبي تزعلي اختك مو هيك؟ لا تخبري يا شي. لا تطلعي هيك فيني، عملت هالشي لمصلحتنا، عائلة السيد نهاد أجبرتني على هالشي، هدوك إلهم حق يطلبوا ضمان منا، وأنا مالي حق. يلا خلينا نشرب كاس، لازم نحتفل بهالاتفاقية، يلا يا عريس يلا. بابا ما بيعرف إني دفعت لك هالمبلغ. هاي مشكلتك. طالع حلو كتير نهال. ماشي الحال. عم تحكي هيك بس لا تنزعلك مرأك، لا تصدق. طالع بتجنن. بابا أنا أيمتى رح ألبس هيك طقم؟ ما بعرف، يمكن تلبسه بعرس أختك. يمكن أختي رح تعنس. مهند اللي عم بيعملك هالشغلات؟ مزبوط. أنا مشان ما أتركك لوحدك ما رح أتزوج ابنه بابا. وانت اذا بدك بتلبس هيك طقم بعرس حدا تاني. مين يعني؟ مثلا عرس لميس، ويمكن جميلة، او بشير، ويمكن عرس بابا. عنا عزابية كتير. شكرا يا روحي. Thank you.